ازيكم اصحابي واهلا بيكم في فيديو جديد مع سوبرمان الذهبي. والنهارده انا موجود في اعلى مكان في السحاب زي ما انتم شايفين كده، وعندنا تحدي النهارده ان احنا نعدي اكتر من باركور وهنشوف هنقدر نعديه بشخصيه سوبرمان الجولد ولا لا. فيلا بينا نبدا، بس عايز اوريكم الاول المكان. يعني المكان بص عميق جدا، وهننزل بالعربيه بتاعتنا لحد تحت كده اما نوصل للنهايه، فهنختار سياره من السيارات اللي موجوده دي ونبدا التحدي. بس ايه ده؟ مين اللي واقف فوق ده؟ ده سوبرمان. ازيك يا سوبرمان؟ انت ايه اللي موقفه كده يا صاحبي؟ انت عايز تلعب معاه التحدي ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، ما تنزل، ايه رايك؟ ولا هو شكله خايف يا جماعه؟ لا، هو عدى التحدي قبل كده وفشل فيه. فخلينا نختار يلا سياره من السيارات اللي موجوده. هنختار السياره دي. ايوه دي اركب ده يا صاحبي كده. يلا يا سوبرمان، يلا يا شباب خلينا نعدي كده مع بعض ونشوف هنقدر نعمل التحدي ولا لا. بسم الله يا رب يا رب يا رب. عايزين بقى نطير، ناخدها طيران بسرعه. واحد اثنين ثلاثة، المفروض نوصل للحلقات اللي موجودة هناك دي في النهاية. هنشوف هنقدر نوصل لها ولا لا. عاش يا سوبرمان يا جامد. ولا 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 لا 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 لا. ايوه ايوه خليك ماشي في النص. يا نهار ابيض يا جدعان، ما قدرش يكمل بس للنهاية. النهاية هناك اهي. طب انزل انزل من العربية، هنرجع تاني للتحدي يا شباب. يلا بينا. هو ايه ده؟ العربية بتاعتي راحت فين؟ استنى انا راجع تاني. اوه رجعنا تاني يا شباب. يلا سوبرمان اختار لك سيارة تانية. هنختار السيارة دي، احنا هنضيع كل السيارات. طبعا انا قدامي محاولات بعدد السيارات اللي موجودة، فهنحاول تاني بالسيارة دي ونشوف هنقدر نعملها ولا لا. بسم الله بسم الله. بو بو لا 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 لا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايوه كده يا جامد، عاش عليك والله. لا شكل هما عايزين نقف شوية، عايزين نقف شوية عشان ما تتدمش. استنى شويه صغيرين شويه صغيرين بس يا عم. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم سوبرمان؟ عدينا عدينا والله والله عدينا. استنى استنى استنى. اقف 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 اقف. لا 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 لا. ايوه كده الحمد لله كنا هنقع تحت. بس خلينا بقى نطلع فوق كده ونرجع بقى نلف وشنا ونحاول نعديها، وهنعديها ان شاء الله هنقدر والله. انا متحمس جدا للتحدي ده. يلا واحد اثنين ثلاثه، شكلنا هنوصل للنهايه وهنعدي اول باركور معانا. يلا 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 يلا. عاش 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 عاش. طير 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 في الكاوتشات يا دم. لا اوعى المراوح يا جامد يا جامد. عديناها. اوه كسبنا يا شباب. ايه ده ايه ده؟ استنى يا عم انت طالع ليه؟ عدينا التحدي ده. واو وصلنا يا شباب الليفل الاول في البتاع ده في التحدي ده وكسبنا الحمد لله. تعالوا بقى نشوف الباركور اللي بعد كده هنقدر نعديه ولا لا. يلا بينا. المفروض دلوقتي نروح للباركور الثاني، بس مش عارف. اه راح للباركور الثاني. والباركور ده يعني طويل شويه كده، فخلينا نبدا ونشوف هنقدر نعديه ولا لا. بس عايزين يكون معانا سياره، فيلا بينا نجيب سياره كده حلوه لذيذه. او جبنا سياره يا شباب. يلا نبدا التحدي ونشوف هنقدر نعديه. بس المراوح اللي قدامنا دي صعبه جدا، عايزين نعرف نعدي منها. بسم الله بسم الله. ايوه عدي عدي بسرعه. واو عدينا عدينا من اول مره. عدي يلا يلا. لا 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 يا عم انت يا عم. وقعنا في الميه وقعنا في الميه. لا 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 ما وقعناش في الميه، يا رب ما نقع في الميه. لا لا اوعى تقع في الميه. ايوه كده عاش. خلينا نرجع التحدي تاني يا شباب، خلينا نرجع التحدي تاني. يلا جبنا سياره جديده وهنبدا التحدي من الاول، ويا رب نقدر نعديه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثه، عدينا اول واحده، عدينا الثانيه. ايوه كده الحمد لله. كده بقى نطمن ونكمل مع بعض التحدي. يلا يلا عاش. اطلع اطلع المرتفع العالي ده. بسم الله يلا. اوه طلعنا يا شباب، عدينا ونعدي المرحله اللي بعد كده. شكلها مرحله صعبه جدا، عايزين بس نشوف ايه اللي موجود قدامنا. مفيش اي حاجه. حلو، في برجر، في سندوتشات برجر. اه ده خبطنا فيها. ماشي عدي من هنا وعدي من دي كمان بسرعه 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 بسرعه. واو عدينا منها والله. ونعدي بقى من المراوح دي كمان. ابعد عنها ابعد عنها يا حيحه. لا لا كان في فتحه هنا كنا هنقع فيها، لازم نركز يا شباب. في فتحات كده موجوده في الاماكن دي ممكن توقعنا. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. في فتحات ثانيه ولا لا؟ لا مفيش اي حاجه. تمام عدي عدي من المراوح دي وعدي من المروحه دي كمان. يلا بقى حته طيران حته طيران. واو اضرب سبيد، ضربنا سبيد يا شباب ودخلنا في وش الكور وقعناها كلها. اوه عدينا كده المرحلة دي. لسه 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 في مراحل تانية كتير قوي. والكورة دي لازم نعدي من الكورة دي. اركن 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 في جنب جنب جنب. تمام اركن بسرعة 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 بسرعة. لا كانت هتخبط فيا، لو خبطتني هتوقعني. عدي يلا بسرعة. ايوه كده بوم 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 بوم. طب هنعدي بقى من المكان ده ازاي؟ كده عدينا من الكورة بتاعت البولينج دي. عدي بقى من هنا. اوه دي محتاجة بقى على فكرة موتوسيكل، مش محتاجة سيارة. مش هنعرف نعديها كده. لا
الله لا شكلنا نقع شكلنا نقع ما وقعناش والله احنا جامدين قوي ان احنا قدرنا نعديها بالسياره. عاش عليك عاش عليك اصلا عاش 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 يا جامد. ايوه كده واو واو. استنى بقى احنا المفروض نطير بقى فعايزين نرجع ورا كده عشان نمشي بسرعه. يلا حته الطيران حته الطيران يلا واحد اثنين ثلاثة. ايه ده ايه ده انا رايح فين؟ ولا انا رايح فين؟ استنى عدينا يا جماعة ودخلنا جوه دايرة الألوان اللي شكلها غريب دي. خلينا بقى نكمل بس العربيات بتاعتي وقفت كاوتش العربية باظ عايزين نغير السيارة اللي موجودة معانا مش هينفع. لا 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 اوعى 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 ده احنا خلاص قربنا نوصل للنهاية اهو. وصلنا للنهاية. لا لسه 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 بس العربية بص العربية باظت خالص ما عادتش شغالة. لا والله لسه لسه فيها الروح ان هي ممكن تمشي. طب احنا هنروح فين بعد كده بقى؟ نمشي ازاي؟ هنمشي من هنا كده؟ استنى بس عشان انا مش شايف ايه اللي موجود تحت. انا همشي ازاي يا جماعه؟ ولا احنا كده وصلنا للنهايه؟ لا اكيد مش للنهايه. بص انا هجري واطير وهي وحظها بقى. يلا واحد اثنين ثلاثه يهو 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 وصلنا وصلنا وصلنا. ايوه كده انزل بقى على اي واحده من اللي بتطير دي. لا 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 مش دي الثانيه 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 اهي اهي الثانيه. ايوه دي ايوه دي ايوه دي. لا 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 طير تاني طير تاني طير تاني. المفروض ان احنا نوصل هناك كده عند النهايه دي عند البتاع اللي لونها برتقاني. يو يا رب نقف هنا. طب اقف هنا اقف هنا. لا 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 ما تتقلبيش ما تتقلبيش. ايوه كده اتعدلي بس وصلنا. لا وقعت وقعت. طب ما تقعيش ما تقعيش هنا ما تقعيش هنا ما تقعيش في البحر. لا لا لا. طب طير طير واحنا هننط بالباراشوت. ماشي هنطير فوق كده وهننط بالباراشوت ونوصل للنهايه. اه 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 يلا نط بقى نط نط افتح باراشوت افتح باراشوت. سوبر مان ماشي في الجو سوبر مان ماشي في الجو. افتح باراشوت تمام كده يا شباب كده قدرنا الحمد لله ان احنا نوصل للنهايه. اهو هننزل على البتاع اللي تحت دي. استنى بس كده اما افتح باراشوت فين افتح الباراشوت هنا كده. يا يا رب النهايه. اي واو وصلنا يا شباب وصلنا لتاني باركور وقدرنا ان احنا نعديه بمنتهى السهوله ووصلنا للنهايه اهو زي ما انتم شايفين اهي فينش النهايه. خلينا نخش على الباركور اللي بعد كده ونشوف هنقدر نعديه ولا لا. فيلا بينا هنروح للباركور التاني دلوقتي ومستنيين لحد ما نوصل له. وصلنا يا شباب للباركور التاني وباركور شكله صعب كده شويه وموجود موتوسيكلات. قدامنا كام محاوله بقى؟ محاوله 2 3 4 5 6 قدامنا 6 محاولات ب6 موتوسيكلات. فيلا بينا خلينا ناخد اول موتوسيكل ونشوف هنقدر نعدي ولا لا. بسم الله يلا بسرعه بقى في السريع كده. الباركور ده شكله سهل جدا ايزي ايزي ايزي. حته طيران واو يا جامد. اوف 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 بس كده الحمد لله. عاش عليك يا سوبر مان يا ذهبي عاش عليك والله يا جامد عاش عليك. يلا بقى خش من هنا. ايوه مش عايزين بس نقع في المكان ده لان الباركور ده شكله سهل جدا وهنقدر ان احنا نعديه. ماشي عدي من دي ومن دي كمان ومن دي. خلي بالك خلي بالك اوعى اوعى انا ماشي بالراحه في سندوتشات برجر هنا هتقابلنا. لا اوعى 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 عدينا من كل سندوتشات البرجر كنا هنقع. استنى بقى دي شكل فيها طيران. هوبا واو طرنا طرنا طرنا. يلا المرحله اللي بعد كده. ايوه هنطير 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 فيها. ايوه كده يا جامد. اللي بعد كده تمام. يلا 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 خش طير 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 يا رب بس ما نقع. هناخد بقى سبيد من هنا ونطير كمان من المكان ده. سبيد 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 واو. هنوقف بقى الموتوسيكل هنوقف الموتوسيكل كده وناخد بقى سياره من السيارات اللي موجوده. انزل يا سوبر مان شكرا شكرا. اعدل هدومك يا سوبر مان. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا عم؟ اركب بقى عربيه من العربيات دي. هناخد العربيه السمراء ونعدي. يلا بينا ونطير ونكمل مع بعض ونشوف هنقدر نوصل للنهايه ولا لا. لا كده مش هنعرف نعدي الباركور ده. يلا واحد اثنين ثلاثة اوبا واحد. يلا اللي بعده اوبا عدينا. اللي بعده اوبا حلوة دي جامدة اوبا. وصلنا يا شباب وصلنا 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 بس كده لازم نطير من الدايرة دي. ايوه واحد عدوا بقى معايا المراحل اللي احنا هنعديها. اثنين ثلاثة حلو قوي. سبيد بقى عشان في طيران هنا اهو في طيران. واحد اثنين ثلاثة أربعة طير يا سوبر مان طير يا سوبر مان عشان نركب الهليكوبتر.
طير طير، اوعى تقع اوعى تقع، بس عاش عليك. لا لا اوعى تروح للهليكوبتر، الهليكوبتر دي من لمسه ممكن تتدمش كلها. انزل بقى يلا عشان ناخد الطياره، وده تبقى اخر مرحله يا شباب، وهي مرحله الطياره، ان احنا نركب الطياره ونوصل بقى للمهمه بتاعتنا اللي هو النهايه. يلا بينا، بس المشكله ان انا ما بعرفش اسوق طيارات. يلا يلا بسم الله، يلا عدي. المفروض نمشي بقى من جوه الكاوتشات دي، ماشي؟ ايوه تمام. لا 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 انزل تحت كده، انزل تحت انزل تحت انزل تحت انزل تحت انزل. لا اوعى تقع. لا هو بيمرجح كده ليه؟ يا نهار ابيض. ولا طير يلا طير طير. طب طير طير، خش جوه الكاوتش، خش جوه الكاوتش التاني. اي لا 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 يا نهار ابيض، باظت باظت، انا مش عارف اعمل ايه. حد بيعرف يصوت طيارات يا جماعه؟ يا جماعه حد بيعرف يصوت طيارات؟ استنى لازم نخش جوه الكاوتش اللي فوق ده. طير يا عم اطلع تاني اطلع تاني، انا رايح فين؟ امشي، الطياره دي مش راضيه تمشي والله. اهي اهي اهي، يلا يلا عاش عاش عليك عاش عليك. انزل بقى جوه الكاوتش ده، انت بخش في اخر كاوتش طيب عشان يبقى عملنا المهم. انت نهار ابيض، ايه اللي حصل ده يا جماعه؟ انزل يا سوبرمان، الحق بجلدك، اجري بسرعه. للاسف يا جماعه وقعت في البحر، وقعنا في البحر يا جدعان. طبعا يا اصحابي لو عجبكم الفيديو عايزين نكمل باركورات تانيه كتير جدا، انزلوا دلوقتي اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وشكرا ليك يا صاحبي، انت كملت الفيديو ده للاخر. مع السلامه.